انا كنت عيان والحمد لله ربنا شفاني، ورجعت زي ما كنت زي اي حد. تعرف تطلعني من وسط اصحابي؟ مش هتقدر. احساس زي ده يساوي ايه؟ لو حسبت اللي يساويه تلاقي اللي قدمته لمستشفى 57357 راح في مكانه أكتر، وهتعرف أهمية إننا كلنا لازم نفضل ندي أكتر. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.